إذن محمد، الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ ضربة قد تكون كبيرة وجدية هذه المرة على طهران. لا نعلم متى، ولكن كيف تستقبل إيران هذه التصريحات وكيف تستعد لهكذا هجوم؟ إيران حاليا حسب التصريحات العسكرية والسياسية والدبلوماسية بصورة أو بأخرى تحاول جاهدة من أن تكون في موقع أكثر قوة وارتفاعا في سلم التصعيد الآن في هذه المرحلة أمام إسرائيل. لماذا؟ التصريحات التي تخرج من القادة العسكريين منذ الرد الصاروخي على إسرائيل حتى يومنا هذا جميعها تفيد من أن إيران مستعدة للرد، الجولة الثانية في حال ردت إسرائيل على هجومها الصاروخي. يمكن استكشاف ذلك خلال آخر تصريح لنائب القائد العام في الحرس علي فدوي من أن إيران حددت منشآت استراتيجية للطاقة في إسرائيل وأنها تستهدف هذه المنشآت في حال أقدمت إسرائيل على أي هجوم على إيران. لكن من المؤشرات التي غابت عنا حقيقة يوم أمس خلال صلاة الجمعة بإمامة المرشد كان غياب القائد العام للحرس حسين سلامي، غياب قائد القوة للجو فضاء في الحرس حاجي زادة، غياب قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني خلال هذه الصلاة والذي هي حالة غير مسبوقة على الإطلاق، تشير من أنه إيران والحرس بالذات كان على أهبة الاستعداد خلال هذه الصلاة والقيادات العليا المعنية بالرد على إسرائيل ورصد تحركات إسرائيل حتى لم تشارك في هذه الصلاة وكانت في مواقعها العسكرية متأهبة. هذه فيما يخص المؤشرات العسكرية، هي فعلا هناك أيضا مؤشرات أخرى، لكن يبدو أن الآن في هذه المرحلة الدبلوماسية، النبرة الدبلوماسية هي أيضا بدأت تتطابق بشكل كبير جدا مع النبرة العسكرية. اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من دمشق صرح من أنه أن إسرائيل لا تفهم لغة أخرى سوى لغة القوة والحرب. إذن الآن الخطاب الإيراني هو بدأ يتواءم مع الاستراتيجية والسياسة والنهج المتبع داخل إيران حيال ضرورة التصدي للعدوان الإسرائيلي على المنطقة وعلى إيران. بطبيعة الحال عراقشي إلى جانب تصريحه هذا أيضا ذكر عن وجود مبادرات لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وصولا إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، لكنه أضاف من أن هذه المبادرات دائما ما تصطدم مع العنجهية الإسرائيلية والمجازر والعدوان الإسرائيلي في المنطقة. ولكن في هذا التصريح هناك إشارة واضحة من أن إيران بالرغم من أنها بيد تمسك بالبندقية ويدها على الزناد، لكن باليد الأخرى هي الآن تريد تحريك عجلة الدبلوماسية المتوقفة بفعل الإسرائيلي. طبعا تقرأ هذه المبادرات التي تتحدث عنها الدبلوماسية الإيرانية هي موجهة بصورة أو بأخرى إلى الجانب الأمريكي. ممكن قراءة العقلية الموجودة أو الخطاب الموجود في وسائل الإعلام الإيراني بأنه هناك نوع من أريحية حقيقة داخل وسائل الإعلام الإيراني بعد أن بدأت وسائل الإعلام الأمريكية واشنطن بوست، نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال التحدث عن الأضرار الكبيرة التي وقعت في القواعد العسكرية الإسرائيلية الجوية بعد الرد الصاروخي الإيراني، والتصريحات التي تخرج من الجانب الأمريكي من عدم وجود نية أمريكية، هذا ما جاء على لسان كاميلا هاريس المرشحة للانتخابات الرئاسية وهي الآن فايس بريزيدنت النائبة الأول لبايدن، قالت من أن القوات الأمريكية سوف لن تشارك في أي هجوم بصورة مباشرة على إيران. هذه التصريحات الآن تعطي نوع من الانطباع من الجانب الأمريكي أنه قد يتكرر السيناريو في 13 من أبريل الماضي بعدما ردت إيران على اغتيال أحد قادتها في القنصلية
الكونسولية الإيرانية في دمشق، وكان بعده الرد الإسرائيلي أنه تمثل في ربما تحليق كواد كوبتر، طائرة مسيرة صغيرة في أصفهان، والمساحة الإعلامية التي خصصت من إيران، رد إسرائيل ردت على الهجوم الإيراني وما إلى ذلك. قد نكون أمام هذا السيناريو، لكن بطبيعة الحال هذا لا ينفي بتاتا استعداد وتأهب العسكري والسياسي والدبلوماسي الإيراني للتحرك سريعا فور وجود أي رد إسرائيلي في هذا الصدد. بطبيعة الحال هناك مؤشرات أخرى ترصد داخل الميدان، لكن الحياة الطبيعية داخل إيران الآن هي بصورة طبيعية، لا وجود لإلغاء لرحلات جوية من وإلى إيران، وهناك بصورة عامة الحياة تسير بشكل طبيعي داخل إيران، ولا وجود لمؤشر يقول من أنه قد تتعرض إيران لها في هذه اللحظة إلى هجوم أو إلى رد قوي إسرائيلي. ولا ننسى فيما جاء في خطاب أو في تسريبات إذاعة الجيش الإسرائيلي من أن الجانب الإسرائيلي قد يتعاون مع بعض الدول في المنطقة في رده على إيران، كانت التحذيرات الإيرانية على أعلى المستويات السياسية وعلى المستوى العسكري تحذيرات واضحة وجهت لجميع اللاعبين في المنطقة، لجميع دول المنطقة، من أنه المشاركة والتعاون بأي مستوى كان مع الجانب الإسرائيلي لضرب أهداف داخل إيران سوف يعرض هذه الدول للرد الإيراني، لأن إيران تعتبر هذه الدول وهذه هؤلاء اللاعبين بالإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون مشاركة وهي التي اعتدت على إيران. إذن بطبيعة الحال الجانب الإيراني الآن في خطابه الدبلوماسي وفي خطابه العسكري يتوائم ويتطابق بشكل كبير لاستعدادا للمرحلة المقبلة. طيب محمد، فقط بعجالة، يعني كانت هناك زيارة يوم أمس من عراقجي إلى بيروت، واليوم زيارة إلى دمشق التقى خلالها بشار الأسد، هل إيران أيضا تجري حتى الآن مساعي دبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار على غزة ولبنان؟ هل هذا هو هدف الزيارة؟ ممكن القول أن إحدى الأهداف المتمثلة في زيارة عراقجي إلى لبنان، والتي كانت في حقيقة الحال ذات دلالة كبيرة، لماذا؟ لا ننسى التهديدات الإسرائيلية باستهداف أي طائرة تهبط في مطار بيروت منذ العدوان على لبنان، وحتى كان هناك حديث أنه الجانب الإسرائيلي عاد طائرة إيرانية كانت متوجهة إلى بيروت. يوم أمس طائرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع 10 أطنان من المساعدات الإنسانية التي تقول إيران من أنها كانت مساعدات إنسانية وصلت بالفعل إلى الأراضي اللبنانية وهبطت في مطار رفيق الحريري في بيروت. وهناك لا ننسى قبل أيام كان حديث عن عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكد من أن إيران لديها مستشارين عسكريين في لبنان وسترسل المزيد. يمكن ربط ما بين جميع هذا الموضوع مواضيع وهذه الأحداث والتوصل إلى نتيجة ما، لا نستبق الأحداث ولا نتحدث عن ذلك، لكن بطبيعة الحال يبدو أن الإيراني الآن رفع مستوى التحدي للجانب الإسرائيلي بشكل كبير، حيث يمكن مقارنة هذا التحدي بوصول الطائرة الإيرانية إلى بيروت وحملها لوزير الخارجية ومسؤولين آخرين وأطنان من المساعدات الإنسانية. هو نوع من التحدي البارز، مس الكرامة الإسرائيلية. هنا يقال في وسائل الإعلام الصحف بدأت تتحدث عن هذا الموضوع. أما بالعودة إلى سؤالك، والآن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق هو يحمل أيضا عدة تصريحات، وهو فعلا يبحث عن وجود حل دبلوماسي، تحدث عن مبادرات إيرانية موجودة على الطاولة لوقف إطلاق النار في غزة وبيروت. لكن قد يتساءل، هناك سؤال يطرح، أنه هل في ظل هذه التصريحات الأمريكية والإسرائيلية وغياب مؤشرات تشير من أنه على الأقل في هذه المرحلة الخيار الدبلوماسي لم يعد مطروحا أو الخيار الأول لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما هو وقع هذه التصريحات الإيرانية بوجود مبادرة دبلوماسية؟ هل يعد هذا نوع من إشارات الضعف؟ لا أبدا.
المراقبون هنا يجيبون من أن إيران بما أنها دولة وتتعامل مع مختلف القضايا على الصعيد الدولة على صعيد السياسات الاستراتيجية والتكتيكية.